وبعدين مع هالحالة عملوا شبيه للجبنة واللبنة وما بعرف شو. طيب ما عم نقدر نلاقيها ونشتري قهوة؟ لك اعملوا لنا شبيه للقهوة. والله يا أخي نحن شعوب بتحب القهوة. يعني الأفندي عامل لي شعار الأمل بالعمل، خليها مع القهوة. والله هيك أحسن، بتصير الناس بتشتغل وهي مصحصحة غير ما تكون القصة على الريحة. وبالمشرمحي صار وجود القهوة كله على الريحة، مو بس إنه هي بتغلي على الريحة. آه يا أبو عاجوقة شو صار فيك من لما تركت الشمال المحرر وإجيت لهون؟ ولي إن شاء الله ما يكون حدا سمعني من الحيطان وسمع كلمة الشمال المحرر. رزق الله، رزق الله على أيام القهوة هنيك هيك جنب الخيمة والهوايات الناعمين عم يلعبوا لعب، ويجي محمد يلاقي القهوة جاهزة ويشفط لي إياها. إيه رزق الله. لك حتى بالخيمة كان في خير، مو مثل هون ناشفة. وهذا التاني محمد شبه ما عم يرد على الموبايل له كذا يوم، معقول يكون هاجر على أوروبا بالبحر؟ لكن والله ماله بالعادة ما يرد. فرطعوا هالسوريين بكل جهات الأرض مو بس بالشمال بسبب هال... أبو عاجوقة سكر لي بوزك لتغلط لك بشي كلمة، وهالحيط يسمع على قولة الحيطان إلى أدان أحسن شي وللشمال المغناطيسي. هاي لحدا بيفهمها ولا حتى الحيط بيفهمها. هلا هو صحيح السوريين بالشمال المغناطيسي معترين مثل كل السوريين، بس سبحان الله والله كان في بركة حتى بالقلة. هون ما عاد في بركة بشي حتى بغلوة القهوة. اف لك تأخرت شاكريتي بمشوارها، وين هلا هي التانية؟ شو عم تبربر؟ صوتك مسموع لباب سقاق. ولي لا تقوليها، معناتها الحيطان سمعوني. حيطان؟ هيك صرت بدك تنادي لي يا ابو عاجوقة؟ وصلت معك لهون؟ لك انت مين جاب سيرتك؟ انا قصدي الحيطان، كيف بدي اشرح لك ياها؟ لك الحيطان تبع حدنك اللي ببالي بالك. المهم هلا خبريني شو صار معك. والله يا شكرية ما الك علي يمين، لو ما بدنا نوفر اجرة هالسرفيس ما كنت تركتك تروحي لحالي. ايه مو بس نحنا، كل الناس صارت تخفف مشاويرها لتوفير الاجرة. من زمان ما عادت تشوف عائلة كاملة طالعة بسرفيس، اسعار النقل يا لطيف نار وشاعلة. والله بعرف، وهالموظف يا حسرة عليه عم يدفع اجرة روحه وجاي على شغله ببعض المناطق اكتر من راتبه. مشان هيك صاروا كتار من الموظفين يستقيلوا الى انه ما عادت وفت معهم. انت على شو كنت عم تبربر لوحدك؟ والله كنت عم اقول انه حتى ريحة القهوة ما عادت فاتت لعنا من عند الجيران. وعم اتساءل يا شكريتي انه يا ترى هي القهوة بياخدوها قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ يا ترى بتنعطى بالوريد ولا بالعضل؟ بلا مسحاتك هلأ، والله شي بيطقق وبيطالع الروح النزلة بالمواصلات. رؤي يا بنت الحلال والله الحق معي، اشو شي قصة جديدة عليكي يعني؟ قصة المواصلات قديمة. بعدين أنا كنت عم أمزح معك حتى خفف عنك، ولو في قهوة كنت غليت لك هلأ فنجان وشربنا بمعيتك. يلا هلأ رؤي واعتبريني فنجان قهوة ومع سكر زيادة. رح تطق مرارتي يا أبو عاجوقة من هالمشوار، ساعتين ونص على الموقف، شي ريح رجلي اليمين شي الشمال، شي اركي ظهري على الحديدة. إنها كانت تجي شي كركوبة سيارة شي طرطيرة شي سيرفيس شي دابة حشا السامعين جارة عرباية نطلع فيها، تعدمني يا ابو عاجوقة اذا مرق طير الطاير. سلامتك يا شكريتي. ايه وشو عملتي بعدين؟ مشيت بسعر هالناس، يعني بدك تقدر جيت نص الطريق. ايوه والنص التاني من الطريق شو؟ ربع الطريق طلعت بطنبور. ايوه ايه منيح الطنبور، هواياته مناح. ايه شبابيكه واسعين وجاية كشف من فوق. يعني السيارة قصدي طنبور كشف. ايه مين قد هالسوريين يا عمي، جماعة الأمل بالعمل، إذا طنابرهم كشف اللهم لا حسد. طيب المهم والربع الأخير من المشوار شيتك، ليش ما كملتي بالطنبور؟ عطش الحمار يلي جارر الطنبور وما عاد قدر يجر لأنه الحمل كبير من الناس، قاموا فركشوا رجليه وزحطوا ووقع بأرضه من العطش والتعب، وصاحبه ما لقى مي لحتى يسقيه. إمنا كملنا كلنا مشي. آه يا مفاصلي يا علي عليها الحمار شو صار فيه، حتى هو ما نفان. يعني هلأ ما في بنزين للسيارات ولا في مازوت كمان، وحتى الدواب ما بده يلتقى له مي لتشرب. معناتها ترجيعتنا هيك لورا بهالبلد لقبل اختراع السيارة ما لح تزبط معهم، لأنه إذا ما في مي للدواب لك وحزري شو؟ لك آل العلف كمان صار ينباع بالسوق السوداء. المهم الشغل ما قلتي لي شو صار معك فيه؟ صاحب المحل طلع هو كمان عم يدور على شغل،
قال قاعد عم يكش دبان لأنه الزباين ما في بيده مصاري تشتري ورح يسكر. يا حبيبي ايوه الحال طلع من بعضه. ودخليك ما عم يشرب كمان قهوة مثل العادة؟ لا عم يشرب مي وسقاني كاسة الحمد لله. اي اخ الحمد لله. دخليك على سيرة المواصلات، لك هاي السيارات تبع أولاد المسؤولين والضباط والخدم والحشم شيت الجماعة يلي قالوا الأمل بالعمل، من وين عم يلاقوا بنزين؟ منين عم يجيبوا بنزين ومصاري لحتى عم يشفطولي بشوارع هالبلد ويروحوا على المطاعم والنوادي؟ ايه هدول سهرانين على راحة المواطن ومن حقهم يكونوا مرتاحين. حكومتنا إذا ما ارتاحت كيف بدها تفكر؟ قلتيلي مزبوط والله، كيف بدها تفكر؟ إن شاء الله بس يكون في عندهم قهوة حتى يعرفوا يمخمخوا. هذا الحكي سياسة شي أبو عجوقة؟ لا شو له علاقة هالحكي بالسياسة؟ ها نحن عم نحكي هلأ بالطنابر. على سيرة الطنابر الشوفير كيفه؟ منيح كتير بيسلم عليك. لك من وعيتي ومن قبل هالمصايب وكنت اسمع أمي تقول باصات النقل الداخلي مثل الطنابر والسرافيس قصدي الجرادين كمان مثل الطنابر. إيها؟ مو جديدة عليك القصة معناها؟ لا مو جديدة، بس من كتر هالمصايب الناس بتنسى المصايب القديمة ومصايب النقل بسوريا. الكراجات لوحدها هي وريحتها بتشهد عليها. هلا خزمة مواصلات جديدة، سابقا كان زحمة مواصلات فقط، حاليا أزمة وأزمة كبيرة كتير. شو سبب؟ السبب النظام قادر أنه يأمن مازوت للآليات للنقل بس مدخرة كلياتها للدبابات حتى يقصف المناطق الآمنة فيها. النظام من يوم عنده أزمة، يعني آخر صور اجت من عندهم أنهم راكبين سوزوكي صغيرة سونجي لأنه ما عندهم مواصلات خالص، والبترول يعني أخذينه الأمريكان الروس ما بتعرف مين أخذه ومين لمين البترول بالأساس ما بقى تعرف لمين. هو السبب الرئيسي للأزمة؟ ما في عندنا لا ضل إدارة وكلهم حرامية من الوزير انت ونازل، يعني ايش بدك تتأمل من هيك حكومي فاشلي عندهم؟ لا لا والله عند النظام صار له قديمة تقريبا شيء 3 سنين 4 سنين، مواصلات والحياة مقطوعة يعني شبه مقطوعة عندهم، لا غاز لا مازوت لا بنزين، وفي غاز في بنزين في بس للشبيحة وللمسؤولين، مازوت للطيران وللدبابات ولا هيك شغلات، الا المواطن عدمان او هيك. طبعا الازمه اللي صايره عند النظام ما هي جديده ابدا، يعني قديما قبل الثوره كان في ازدحام على المواصلات والاليات النقل، اما بخلال الثوره وخصوصا السنوات الاخيره يعني اخر سنتين او سنه ونص زادت الازمه عنده بشكل واضح، يعني حتى شبه انعدمت وسائل النقل عنده. المواقف اللي حصلت هي عباره عن ازدحام شديد، في نقل بس ازدحام، يعني كنا نطلع بالباص تقريبا 40-50 واحد نقص الداخلي. لا والله كانت هي مواصلات بالنقل الداخلي بس نحن ما كنا نروح، يعني غير ايام نروح على الشام نركب الباص. شو كان موضوع الباصات؟ عادي والله، مو يعني انه فيه كل هالاشكالات، بس هلا يعني كونه انه ما ضل عندهم البترول يعني باعوا لروسيا، النفط باعوا لفرنسا او لامريكا، يعني ما ضل عندهم موارد خالص، وصارت الناقلات هذول اللي تنقل لهم من ايران شيء ينضرب وشيء يغرق بالبحر، ما بظن عندهم هلق مواصلات نظاميه، لانه يعني مثل ما سمعنا انه عندهم اقل طلب بالشام، يعني 7000 ليره طلب شال 3 كيلومتر انه 6-7000 ليره سوري، وما مشوا غير طوابير صافيه على الكازيات عندهم. عندنا الحمد لله الامور كويسه. اسباب فزت الثوره ونظام شوفت عينك ظالم ما عم يرحم، يعني عدد الكاسيات مقومة في مازوت ابدا لحتى يمشي باصات النقل الداخلي. هلا بالنسبه لهذا الامر يعني اكثرته للشبيحه والمسؤولين عن البلد، بس اما كمواطن ما خرج ياخذ شيء طويل الا شيء نسبي قليل، ما حد يضيع حقه غير الشعب الحمد لله. الله يفرج على الامي وخلصنا من النظام الظالم. اسبابها هي اول شيء الفساد اللي عنده، هو عنده حقول نفط وعنده عم بيجيب موارد من ايران وروسيا، ولكن عنده فساد كثير كبير يعني من مسؤولين الدوله، وعنده بنزين ومازوت يغطي الحملات اللي عم بيسويها على درعا والاليات للجيش، بس ما عنده يامنها للنقل الداخلي. صورني بالموبايل لأعمل فيديو جديد لجمهوري بمناسبة التريزينات والطنابر وخلافه.
قولي الله. يلا ها، اصلا انا عندي احساس انك احلى يوتيوبريه، مو مثل هدول يلي بيضووا ازرق وبنفسجي وزهري وبيصرفوا لي الافات لحتى يعرفوا جنس مولودهم العظيم. لك انت على القليله عندك رساله. هلا صحيح هاي الرساله وراها حبس، ايه بس عندك رساله. يلا تفضلي شكرتي. 1 2 3. اعزائي الواقفين على المواقف وعم تستنوا سوزوكي ولا شاحنه ولا سيرفيس او طنبور، ساووا مثلي وخدوها مشي، بتكسبوا حسنه بحالكم. ابو عاجوقه عم يحكي ويسالني كيف اجي وشو ممكن احكي. لك يا جماعه الخير، شو بإشي وما نحكى عن البلد يلي صارت مثل الطنبور المصدي والمهرهر، هي وشوفيرها الكبير يلي مو شاطر غير بتوزيع الابتسامات والتهام الشاورما. منحكي عن نقل ووسائله ولا منحكي عن الطرقات ولا المواقف والكراجات؟ إذا مطارنا الدولي شكله ووضعه أقل من موقف بسكليتات بدولة بتحترم حالها. وأنا متأكدة إنهم السوريين يلي تهجروا لبرات البلد بيعرفوا شو بقصد، لأنهم شافوا بعيونهم. أنا من لما وعيت على الدنيا وبسمع الناس الأكبر مني عم تشتكي من النقل الداخلي والسرافيس والكراسي المخلعة وسفنجها النتف والتكاسي المهرهرة. الكبار كانوا يقولوا إنهم على أيام النقل الداخلي بالباصات، يعني قبل السرافيس هي تبع الحزك مزك يلي السوريين مسمينا جرادين، كانت الناس تعبي الباص هيك زرق وتتعربش على كتاف بعضها من الزحمة، ويلي متعربشين على الابواب من برا بيعبوا باص وأكتاف. هذا الشي ببلد اسمه سوريا، ومنشان تعرفوا شو بقصد شوفوا الخبر يلي قريته على الفيسبوك. شيتي قال انه الترام بالشام اشتغل من سنة 1907، تخيلوا، يعني عاصمتنا من اولى مدن العالم يلي استخدمت الترام. وكاتمين انه ترام الشام اشتغل قبل مدينة اسطنبول، والاهم من هيك انه اشتغل بعد مدينة نيويورك هاي الكبيرة بثلاث سنين. ومو بس هيك، كاتبين انه الشام عملت الترام قبل مدينة دبي بمئة سنة. اي نعم 100 سنة. متخيلين قديش حرقت قلب السوريين وحرقت قلبي انا شاكرية، قصدي شكرية القشطة. وينو الترام يا ترى يا وزارة سرافيس الجرادين؟ بتركيا يلي كانت مدنها قبل 40 أو 50 سنة وضعها أقرب لوضع مدن سوريا قبل الحرب. صار فيها هلأ كل وسائل النقل المريحة والسريعة، من مترو لترام لباصات، وطبعاً كلياتهم كندش ومكيف. هذا وشو غير المطارات الحديثة يلي بتستقبل عشرات آلاف من الناس يومياً، ويلي طلع على أوروبا من اللاجئين بيعرف الفرق وبيعرف كيف كل شي مبرمج على الدقيقة ومرقم على كل موقف. من تركيا لأوروبا لأمريكا كل وسائل النقل منظمة، مشان شو؟ مشان ما حدا يتأخر على شغله أو جامعته أو مشواره. هاي ما لا مزاودة على حدا، الله وكيلكم. هاي شغلات عم يشوفوها السوريين بعيونهم، وهلأ جايين بعض جماعة حاطت الحق على العقوبات وما العقوبات، وإنه ما في محروقات وقطع غيار ومن هالحكي. طيب يا أفندينا، السيارات والدبابات تبعكم كلها اللي عم تسرح وتمرح بسوريا، من وين عم تجيبوا لها محروقات؟ وولاد المسؤولين يلي ريشوا بسبب الحرب، من وين عم يصرفوا بهالحفلات والسهر وقلة الهيبة؟ أعزائي مشاهديني الكرام، خبرني أبو عاجوقة التالي. معك الكاميرا أبو عاجوقة، احكي شو قلتلي عن جيراننا. بس أعزائي شكرية وأعزائي المشاهدين، أنا لما كنت بالشمال قالوا لي يلي راحوا على تركيا إنه شافوا بعيونهم يلي بده ياكلها الدود كيف صار النقل مرتب ومدوزن. إيه نعم، وآخرتها شو؟ رخصوا للدواب، ويا ريت هون رخصوا مشان الحفاظ على البيئة مثل بعض الدول. لا، هن عملوها هيك لحتى يزيدوا الناس قهر وعذاب. حاجة أبو عاجوقة، دوري بدي أخدم. أعزائي المتحسرين على بلدكم، أنا ما رح أقول كنا عايشين أو لا ما كنا عايشين، رح أترك الجواب للكبارية يلي بيعرفوا قديش عانت الناس بالنقل من سنين طويلة وكيف وليش. رح أترك الجواب للسوريين يلي تهجروا وتشردوا على دول العالم وعم يشوفوا كيف الترامات والقطارات والمترو والسيارات والشوارع فيها وشو الفرق بينها وبين سوريا، وهن بيقولوا إذا كنا عايشين ولا لا. وسلامتكم.